أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمتابعة تطورات التواجد السعودي في محافظة المهرة شرق اليمن. أظهرت صور قيام شركات سعودية باستحداث علامات ونقاط تحدد مسار الأنبوب النفطي الذي تعتزم المملكة تنفيذه في محافظة المهرة. مصادر محلية قالت إن شركات سعودية تقوم باستحداث أعمال في محافظة المهرة، منها علامات تحدد مسار الأنبوب النفطي المزمع إنشاؤه في منطقة ضحية الحدودية بين اليمن والسعودية وصولا إلى ميناء نشطون. ولفتت المصادر إلى أن مجموعة من أبناء المنطقة منعوا الشركة من استكمال الأعمال، وهي عبارة عن علامات ونقاط إسمنتية ممتدة على نحو 30 كيلومترا داخل الحدود اليمنية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف للسعودية أن تقوم بعمل أنابيب للنفط في الأراضي اليمنية بدون اتفاق يقر ذلك؟ وهل ستكون هذه الخطوط والقوات السعودية التي تحميها بداية لبسط السيادة السعودية على المهرة؟ وما هي الخيارات الشعبية والرسمية لوقف التجاوزات السعودية؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. قبل أشهر وصلت القوات السعودية إلى محافظة المهرة شرق اليمن، حينها تبادر سؤال بديهي إلى أذهان الناس: ما الذي تفعله القوات السعودية على ضفاف بحر العرب، وهي منطقة لم تصلها الحرب في جولاتها القديمة أو الجديدة؟ كان الجواب جليا وواضحا ولا يحتاج لكثير من التمحيص والبحث، لكنه ترك فرصة لاختلاق الأعذار والمبررات والكذب. ولأن حبل الكذب قصير كما يقال في الموروث الشعبي، فقد تحول إلى علامات لمد أنابيب النفط على امتداد 30 كيلومترا داخل الأراضي اليمنية. تقول المصادر المحلية إن شركات سعودية قامت وتقوم باستحداث أعمال، منها علامات تحدد مسار الأنبوب النفطي المزمع إنشاؤه في منطقة ضحية الحدودية بين اليمن والسعودية وصولا إلى ميناء نشطون الواقع في بحر العرب. المصادر أوضحت أن مجموعة من أبناء المنطقة منعوا الشركة من استكمال الأعمال التي تم استحداثها، وهي عبارة عن علامات ونقاط إسمنتية ممتدة على نحو 30 كيلومترا داخل الحدود اليمنية. مفيدة أن التحركات الأخيرة دفعت سكان مناطق ضحية وشحر بمحافظة المهرة إلى التوجه إلى المنطقة والتعبير عن استنكارهم الشديد لقيام السعودية بوضع علامات خاصة بمشروع أنابيب النفط حتى بدون إذن أو اتفاق مع الحكومة اليمنية المقيمة بالرياض. وبالعطف على كل ما سبق، فإن ما زعمته السعودية من مبررات رافقت وصول قواتها أضحت كذبة كبرى، وذلك كان واضحا منذ البداية لكل عاقل. لكن ما تأكد وأصبح حقيقة مرة أن السعودية كذبت مرتين: مرة حين تحول تدخلها من دعم الشرعية إلى تقويضها، وأخرى حينما أصبح الهدف النهائي من تدخلها هو مد نفوذها واستغلال اليمن أرضا وموارد. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من المهرة المتحدث باسم السلطة المحلية بدر سالم. سيد بدر، إذن ما الذي يحصل في المهرة بالتحديد؟ مرحبا وسهلا أخي. الحمد لله ما يحصل في المهرة أفضل مما يحصل في المحافظات الأخرى. المهرة يحصل فيها تنمية، يحصل فيها أمن استقرار، هذا على الواقع على أرض المهرة. أما ما يحصل في قناة بلقيس وقناة الجزيرة مختلف على ما يحصل على أرض الواقع. ولا تزعلوا علينا أنتم أصحاب قناة بلقيس، لأن هذه صراحتنا نحن مستغربين لماذا مهتمين بالمهرة إلى هذا الحد. قبل قليل أحد العاملين في قناة بلقيس تواصل معي لكي يخبرني يطلب مشاركتي في هذا البرنامج. سألت كلام عفوي من زميل إلى زميل: لمذا الاهتمام هذا بمحافظة المهرة؟ قال لي: أن الحرب متوقفة في اليمن، ما في حرب، ما في أخبار، لهذا رجعنا للمهرة.
بطبيعة الحال وأعتقد أستاذ بدر هناك اهتمام هذا كلام بمحافظة غير المهرة، مقبول من لأنها محافظة يمنية عاملين والقناة يمنية ببناء بطبيعة الحال، فهناك فضائية هذا الاهتمام كبيرة. من القناة ومن البرنامج. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ بدر. ينضم إلينا أيضا من المهرة سعيد بن عفري، عضو اللجنة المنظمة للاعتصام في المهرة. أرحب بك أستاذ سعيد. إذا حديث عن وجود شركات سعودية تستحدث علامات ونقاط تحدد مسار أنبوب نفطي تعتزم المملكة إنشاؤه، ما الذي يحصل في المحافظة من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناة بلقيس على هذا التواصل. نحن في محافظة المهرة بالطبع محافظة اتصفت منذ قديم الزمن بأنها المحافظة الأولى الأكثر سلمية والآمنة والمستقرة والتي لم يأتي فيها ومنها إلا الخير. كل أبناء المهرة يعتبرون حاضنة لكل اليمنيين ومن كل مكان. اليوم نحن صراحة نتفاجأ من الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية باستحداثات هنا وهناك وبعض المراكز الأمنية أو النقاط، وهذا أثار حفيظة بعض أبناء المهرة والأغلب أغلبيتهم، ثم خرجوا على شكل اعتصامات سلمية تنادي بحقوق مشروعة. وأثر ذلك سمعنا من هناك أنه يجري الآن العمل على مد أنبوب نفطي أو ما شابه من هذا الكلام. نحن نعتبر المملكة العربية السعودية هي شديدة وجارة، والأنبوب النفطي بالطبع هذا إذا أرادت المملكة العربية السعودية أن تمده عبر أراضي محافظة المهرة أكيد بيكون إلا عبر شروط واتفاقيات يسبق كل ذلك التأييد الشعبي لأبناء المهرة أيضا السلطة المحلية، بحيث يكون كل شيء معروف بشروطه ومدته وأماكن مروره وحراسته من قبل أبناء المهرة. هذا إذا أرادت المملكة العربية السعودية أن تدخل بمشروع مد أنبوب نفط أو شيء من هذا القبيل يكون قد سبقه شيء من المفاوضات أو شيء من التنسيق الكامل والرسمي بالطبع حتى على مستوى يعني هناك عمليات استحداث، يعني هناك عمليات استحداث لنقاط وتحديد كما تنقل الأخبار لمسألة الأنبوب النفطي، هذا يعني هذا الأمر موجود في المهرة بالفعل؟ نعم كما أشرت لك طبعا المملكة العربية السعودية حينما أتت بالأول هي أتت في موضوع دخولها عبر مطار الغيضة ومن ثم إلى بعض المناطق البرية الموجودة في محافظة المهرة وبداعي التهريب ومكافحة التهريب. ومن ذلك الأمر خرجت طبعا جموع من أبناء المهرة بشعارات سلمية تنادي باحترام أبناء المهرة والسلطات التنفيذية والأمنية والشعبية على أن يكون هذا الاعتصام سلمي بالطبع، وأن يكون بعد ذلك الاعتصام جلسنا طبعا قيادة معتصمين والسلطة المحلية ومندوب التحالف من المملكة العربية السعودية، وحررت محاضر وتم التوقيع عليها من جميع الأطراف على اعتبار أن تكون السلطات المحلية والأمنية الإدارية والأمنية هي المسؤولة عن حراسة المنافذ وحمايتها، وأيضا التجنيد وما شابه ذلك يكون عبر السلطات المحلية في محافظة المهرة. تم أن يكون هناك ألا يكون هناك أي استحداث آخر. تم تعليق الاعتصام لفترة شهرين على أن يتم التأكد من مصداقية المحاضر الموقعة، وبعد مرور شهرين تقريبا نحن أمام عدة نقاط أو مراكز عسكرية على مستوى جميع مديريات محافظة المهرة والساحلية بالتحديد. هناك هذه المراكز طبعا محافظة المهرة هي مدن وقرى سكنية يستفيد منهم شريحة كبيرة من الصيادين من أبناء محافظة المهرة. أثار طبعا حفيظة الجميع
وخرجوا الأخوة المعتصمون يبدون بأن هذه التشكيلات أو النقاط العسكرية لا يجب أن تكون إلا من قبل السلطة المحلية أو من قبل أمن المحافظة تحديدا، لأن هناك كما تعلمون في محافظة الغمارة 9 مديريات كلها إدارية وأمنية وفيها كم هائل من الجنود القادرين على حماية سواحلهم من كل عبث. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ سعيد. أستاذ سعيد أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، سنعود إلى بقية هذه النقاط، لكن أعود الآن إلى السكرتير المتحدث باسم السلطة المحلية سيد بدر سالم. سيد بدر، إذن ليس نحن من ننقل هذا الكلام، هناك أخبار على الواقع، يعني نحن نقلنا ما حدث في المهرة كما يقول ضيفنا الآخر سعيد بن عفري، ما الحديث عن وجود شركات سعودية هو موجود، هو أمر موجود، ليس مسألة اختلاق شيء من عدمه. إذن كيف تبرر السلطة المحلية وجود هذه الشركات وعلى أي أساس تعمل؟ أصحح أولاً، أنا وكيل الشباب، وكيل المحافظة لشؤون الشباب ولست متحدث والناطق باسم السلطة المحلية. ثانياً، محافظة المهرة والسلطة المحلية هي على علم بكل ما يدار في محافظة المهرة، سواء في الشرق في الغرب في 9 المديريات كامل، في الصحراء في الساحل، كل ما يحصل هو بتنسيق مع السلطة المحلية. أيضا حتى الآن لم نرى أي شركات سعودية أتت للمهرة للعمل. هناك برنامج أعمار الآن جاري تنفيذ الكثير من المشاريع، ولكن الشركات المنفذة هي شركات يمنية، منها مقاولين محليين من محافظة المهرة، وأيضا بعض المقاولين الذين أتوا فيهم الأخوة السعوديين وهم من مأرب ومن هذه الأماكن مقاولين. وما الذي يقومون به بالضبط؟ في مشروع مياه، مشروع، أما بشركة سعودية يعني مختصة في مجال نفط في المهرة أو في صحاري المهرة أو على الساحل، حتى الآن نؤكد أن هناك ليس أي شركة، لم تأتينا أي شركة سعودية حتى الآن. طيب ما الذي تقوم به هذه الشركات سيد بدر، وهل ما تقوم به من أعمال أو غير مبرر قانونا؟ نحن نرحب فيه. نعم سيد بدر، هل ما تقوم به هذه الشركات متفق عليه وتم الاتفاق به بشكل رسمي وتم يعني موافقة عليه والإعلان عنه بشكل رسمي، أم أن الأمر يجري بدون موافقة وبدون وضع اعتبار لمصالح بقية الناس في هذه المناطق؟ أخي، ما تم الاتفاق عليه هي مشاريع تنموية، مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية، أيضا مشروع مياه فوري لكي يغطي كافة مديرية الغيطة، أيضا حدائق ترفيهية، وأيضا مبنى لغسيل الكلاء. هذا ما تم الاتفاق عليه وبشنه رئيس الجمهورية 8 مشاريع كمرحلة أولى. المرحلة الثانية هي مشاريع ستستكمل مجال الثروة السمكية لكي تستهدف الصيادين، ومن ثم الزراعة لكي تستهدف الفلاحين، وبالأمس تم تدشين تلمثيل مشروع القمح. يعني أنت تنفي إذن وجود تنفي وجود أي شركات سعودية، أفهم منك ليس هناك أي، بحسب كلامك سيد بدر، سيد بدر ليس هناك أي وجود لشركات تريد تنفيذ أنبوب نفطي. أستاذ بدر ليس هناك، أما أنا أريد أعطني فرصة أستاذ بدر، أفهم من كلامك أنه ليس هناك أي شركات تريد تنفيذ أنبوب نفطي يمر من منطقة ضحية إلى ميناء نشطون، هل تؤكد هذا الكلام وتتحمل مسؤوليته؟ نعم أؤكد هذا الكلام وأتحمل مسؤولية أن ما في شركة حتى الآن، ومن هنا نرحب وندعو أن أي شركة لها أنبوب أو 10 أنابيب فنحن نرحب فيها ونتمنى أنها تجي، لكن حتى الآن ما نشوف إلا في الأعلام، وعلى الأرض ما في حاجة على الأرض. نحن نؤكد طيب في السلطة، ورحب المحافظ أكثر من مرة، وضحت هذه النقطة من صفحته ومن جلسات مع السلطة المحلية، أيضا جلسات مع الأعمار، جلسات مع كثير من الـ من الـ
من الجلسات اللي يقوم فيها المحافظ والتحركات انه يرحب بكل المستثمرين. وضحت هذه النقطة أستاذ سعيد. أستاذ بدر. سعوديين أو عمانيين، نرحب بكل المستثمرين حتى الأجانب. بكل تأكيد هناك عجلة لتطير هذه المسألة قانونيا. أشكرك أو أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ بدر. أرحب بمن ينضم إلينا الناشط السياسي سعيد إبراهيم من المهرة. سيد سعيد، ما وجهة نظرك فيما يحدث من تجاذبات على مستوى محافظة المهرة؟ هناك اعتصامات يقوم بها ناشطون وسكان ومواطنون محليون في محافظة المهرة، وهناك أيضا حديث عن تواجد شركات تريد تنفيذ أنبوب نفطي للمملكة العربية السعودية، وكذلك إجراءات عسكرية سعودية تخالف الاتفاق الذي تم مع المعتصمين فيما سبق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحيي جناح البيت، أحيي ضيفتك الكريمين الأستاذ بدر سامي تلفاز كل شهر، وكل المحافظة اللي يشوف الشباب والأستاذ سعيد عحري أحد قيادات في المجلس العام وأحد قيادات الاعتصام. بالنسبة لما هي في المرة في الأربعة الأخيرة ومنذ أشهر، صراحة أغلبية أبناء المرة ليس راضين عنه، خاصة فيما يتعلق بالاعتصامات وظهور يعني تصادم وتحرير السلطة وعلى التحالف. خاصة أن المرأة محافظة آمنة والكل يتعايش فيها سواء أبنائها أو من الواحدين فيها بكل المحافظات الأمنية. وتشكل الموجة الأمثل في الأمن والاستقرار. المرأة ظلت أبوز بالكمين محكومة من أنصر المشاريع التنموية والخدماتية، سواء ما قبل الوحدة أو في عهد الوحدة. سوى بعض المشاريع القليلة جدا التي لا تفيد أبسط الالتزامات تجاه المجتمع. والآن نحن في بداية مرحلة جديدة من التعميل ومن الخدمات، خاصة بعد زيارة الرئيس بالفخار الرئيس عبد الرب منصور هذه المرة، وعندي أبشر أو وضع حجر الأساس لبعض المشاريع المهمة والحيوية في المرة والتي تعتبر تدشين لمشروع الأعمار في اليمن ويكون في المرة. فهذا فخر لنا كلنا في المهرة بهذا، لتنتقل المهرة من مرحلة التهميش والإقصاء إلى مرحلة التطور والتحديث وتوفير كل الخدمات التنموية. فيما يتعلق بإخواننا المعتصمين، هم من أنفسنا وأخوتنا، ونحن لا نتمنى المهرة أن تذهب بهذه المنحة. لا تكون هناك يعني فرصة وفتاح ومصادمات ومحكات بين المجتمع المهني المسالم. معروف ان هذا المجتمع المهدي في صفات وخصائص تميز كل المجتمعات في الوحده والتعالف والتراحم، ونعتبر كلنا في مسائل المجتمع عائلي، لا تفرقنا السياسه ولا تفرقنا التباين ووجهات النظر. وكنا نتمنى اي قضايا مثيره للجدل ان يتم الاحتكام الى العقل والحكمه بدل الخروج للشارع والاعتصام والتصعيد وعرقلة السلطات في تنفيذ مشاريعها وخلق البلبلة والتجيز. طيب برأيك لماذا حصل ذلك؟ هذا نطرح كل أستاذ سعيد، لماذا حصلت هذه الاعتصامات برأيك إذن؟ لأن هناك من يقولون، يعني السيد سعيد بن عفري يقول أن الاتفاق لم يتم الالتزام به في نهاية المطاف، وهناك تصرفات تؤكد خروج يعني الجهات المتفق معها عن هذا الاتفاق. أنا أعتقد من وجهة نظري أنه الاعتصامات هذه يعني كانوا الجماعة مصرين على استمرارها، والسلطة الجادة برعاية الشيخ خالد الشيخ بكري ابن المحافظة وقيادة شابة وطموحة ويبذل جهد مغني على جميع المستويات لأجل تعزيز التنمية والأمن والاستقرار والتعامل والتعاطي الإيجابية مع المعتصمين من خلال التوجيهات والسامية إلى قيادات العمل بتحاجز بالتعامل معهم بإيجابية، وهم يستحقون قولهم أخواننا ومديرتنا، ونعمل منهم أي الأخوة المعتصمين أن يطرحوا القضايا التي لديهم. إذا كان مثلا بعض الاتفاقيات لم يتم تنفيذها مثلا على سبيل المثال مدى التحالف أو السلطة اللي يتم طرحها من جديد على السلطة وعلى التحالف، وبالإمكان توصل إلى حلول وعلاج مشانها، لأن مجتمعنا صراحة يجب أن يتحفظ ما يحصل في بعض المحافظات اليمنية التي كانت تعيش في عنف واستقرار ورخاء، اليوم تعيش في يعني فوضى خلاقه في تخريب في اغتيالات، سواء كانت بعض المحافظات المحرره
او حتى التي تخضع على الحوثيين للاسف. ومع هذا تظل ساره يعني هي تريد ان تكون في اداره المشهد اليمني بالامن والاستقرار والحكمه، وخاصه ابناء الماره جميعهم او اغلبهم بكل قطاعاتهم القبليه والاجتماعيه والاجتماعيه مع السلطه، مع الامن، مع الاستقرار، مع المستقبل ان شاء الله. لا نريد ان تنتقل عبر التخريب والفوضى والمصادمات الى المجتمع المهدي. المجتمع المهدي معروف مجتمع مسالم، ومجتمع الحكم والمثل التي يقوم بها هي الحوار وهي التفاهم وهي البحث عن الحلول، خاصه لدينا السلطه، والسلطه بالمره مهتمه بكل قضايا المهره. نعم استاذ. ومن القضايا التي تطرحها اخواننا المعتصمين، ونامل ان شاء الله ان يتوصل الى حلول عاجله ونهائيه بشانها لتجنيب المهرة والتفرق تماما للتنمية والأعمار والخدمات. نحن بأمس بحاجة إلى الأمن إلى الخدمات إلى الاستقرار. فيما يتعلق بالعسكريات أو بعض التحديات العسكرية على السواحل أو على ربع الشريف الصحراوي، معروف أن المهرة تعتبر المحافظة الثانية من حيث الجغرافيا المساحة الجغرافية، لدينا شريف ساحلي كبير وشريف صحراوي، وبالتأكيد هناك تنسيق بين السلطة بين الجهات طيب. الأمنية. تفضل أستاذ سعيد، تفضل بالبقاء معي. ليس لشيء، لله الحمد المهرة خالية من الأرهاب. تفضل أستاذ سعيد. ربما لتأمين بعض ربما يحدث. هل تسمعني أستاذ سعيد؟ وهذا يحدث يعني يحدث يعني على أستاذ سعيد المسألة يعني يبدو أنك لا تسمعني. تفضل بالبقاء معي، سنعود إلى هذه النقاط. أعود إلى سيد سعيد بن عفري العضو اللجنة المنظمة للاعتصام في المهرة. إذا كانت المسألة أن ما يراد المحافظة هو عملية تنمية، رئيس الجمهورية في نهاية المطاف هو من جاء إلى المحافظة وافتتح عدة مشاريع، ما الإشكالية لديكم أستاذ سعيد بن عفري؟ بالطبع لا، نحن في محافظة المهرة نرحب بالمشاريع التنموية ونرحب بالشركات حتى وإن كانت أجنبية أو بالذات من المملكة العربية السعودية الشقيقة أو متولطنة عمان أو من أي دولة عربية أو أي دولة أجنبية، إذا كانت هناك التزامات وضوابط وشروط تحدد معيار الاستثمار هذا مرحب به، وأبناء المهرة بالطبع يتوقون على ذلك إلى ذلك الاستثمار. وإن كان هناك بعض الأشياء التي حصلت في الأونة الأخيرة أثناء زيارة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي وافتتاح وضع حجر الأساس لبعض المشاريع، هذا رحبت به قيادة المعتصمين قبل حتى السلطات الأخرى. ونحن كلنا نحن سلطة محلية بالأخير، نحن أبناء محافظة المهرة، وما يهمنا جميعا هو أن تبدأ محافظتنا آمنة ومستقرة فيها كثير من المشاريع التنموية وخالية من العتاد والقوات العسكرية، لأننا وصفنا بالسابق ولازلنا نحن محافظة آمنة سلمية لا يوجد فيها تهريب ولا يوجد فيها أرهاب ولا يوجد فيها ما يطلق السكينة العامة من الجمهورية ولا الدول الجوار. وأكد ذلك حتى الأخ المحافظ راجح الشيخ راجح وكريت أثناء حديثه إلى أحد القنوات الفضائية لأنه لا يوجد تهريب عبر المنافذ البرية لمحافظة المهرة، وهذا الكلام موثق. ولكن نحن هنا الذي يثير استغرابنا هي يعني مخاوفكم تتركز حول مسألة بقاء المحافظة مسألة بشكل آمن وكذلك قانونية هذه الإجراءات التي تحدث. أنقل هذا إلى وكيل المحافظة لشؤون الشباب سيد بدر سالم. النقطة الرئيسية سيد بدر أن هناك محافظة كانت آمنة يخاف فيها المعتصمون أن يفقدوا هذا الأمان، ما الداعي إذا لإيجاد هذه القوات السعودية إذا كانت المحافظة آمنة أساسا؟ أخي نعم، المحافظة آمنة ومن بداية الأزمة اليمنية وهي آمنة، وإلى الآن هذه القوات السعودية أتت لمكافحة التهريب يدا بيد مع الأمن وإسنادا للأمن وللجيش، وبالأمس حدثت عملية تهريب وتم القبض على أحد سيارات المهربين ومجموعة من المهربين.
وهذه النقاط اللي على الساحل يديرها خفر سواحل اليمني القوات السعودية مجرد إسناد ودعم لها فقط. قوات سعودية في حالة انتهت عاصفة الحزم سترحل القوات السعودية ولن يبقى إلا بصماتهم إن كانت خير الكل سيشيد بها وإن كانت شر فهي في تاريخهم. أبناء محافظة المارة يكنون كل الحب والاحترام للمملكة العربية السعودية وأيضا الإمارات العربية المتحدة. حتى الآن في محافظة المارة لا زال دور الإمارات وهو قبل في الأيام الأخيرة لا زال دورهم وبصماتهم إيجابية. أيضا القوات السعودية حتى الآن لا زالت خدماتهم إيجابية في المجال التنموي وأيضا في المجال العسكري. طيب أستاذ بدر، في محافظة المارة النقطة الأساسية الآن أستاذ بدر، في حال ما أنت تقول كلامك الآن قال إلى حد الآن، في ما حال يعني إذا ما تغيرت طريقة التعامل السعودية معكم، هل أنتم قادرون على التعارض معهم في تلك اللحظة إذا لم يتفقوا، إذا لم يستمروا بنقاط الاتفاق الأساسية معهم؟ القوات السعودية أو التحالف بشكل عام هم دخلوا في اليمن لاتفاقيات واضحة مع الشرعية وأيضا مطلع عليها الجامعة العربية ومجلس الأمن. ولا زال نحن في محافظة المارة هي محافظة من ضمن المحافظات الأخرى، وما يجري عليها من قوات سعودية في المحافظات الأخرى هو يجري علينا في محافظة المارة حسب الاتفاقيات. ولم نلمس حتى الآن حقيقة أي تجاوزات، لكن كان هناك اتفاق بخروج القوات السعودية لكنها بقت، يعني هناك مؤشرات حقيقية لعدم الالتزام بالاتفاقات. أستاذ أخي ما في اتفاقية في محافظة المارة بخروج القوات السعودية، من أين تأتي بهذا الكلام؟ مع المعتصمين، ألم يكن هناك اتفاق مع المعتصمين على ذلك؟ اتفاق مع المعتصمين على أمور أخرى ليست بقوات سعودية، اتفاق على قوات كانت خاصة. هذا الأمر كان معلن أستاذ بدر، قوات المحافظ في منفذ الترفيه. هذا الأمر كان معلن وتحدث عليه السيد سعيد بن عفري قبل قليل. إخلاء المطار المدني، كل الاتفاقيات اللي مع المعتصمين الصندق قد تم تنفيذها، والآن تم تشكيل لجنة مع المعتصمين وأيضا مع المجلس العام لمتابعة أي تجاوزات أو أي إخلال بالاتفاقية. حتى الآن ما في حاجة رسمية، إخلال رسمي، وما في وكل المطالب التي رفعها المعتصمون في الواقع هي مطالب عادية ولم يعارضها السعوديين ولم تعارضها السلطة ونفذوها بالكامل. أشكرك. ما في حاجة. إذن وكيل، أشكرك وكيل المحافظة لشؤون الشباب سيد بدر سالم، كنت معنا عبر الهاتف من المهرة، كما هو الشكر موصول إلى سيد سعيد بن عفري عضو اللجنة المنظمة للاعتصام في المهرة، والسيد سعيد إبراهيم الناشط السياسي الذي كان معنا أيضا من هناك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل وتحياتي، في أمان الله.